الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا. هذه المقولة سادت لوقت طويل، ولكن المهرجان الذي أقامه المعهد المصري الدنماركي هو محاولة لتبادل الأفكار والثقافات بين الشرق والغرب، وليس هناك طريق إلى تحقيق ذلك أفضل من الفنون. دائما الفن، يعني كل الناس يحب الفن، كل الناس يحب الموسيقى، كل الناس بحب الطعام يعني. وبهذا السبب أنا بالنسبة لي يفكروا إنه الطريق الفني مهمة جدا علشان التعاون. لا يكتفي المهرجان بالفن فقط، ولكنه يستخدم الطبخ أيضا. يمزج أشهر الطباخين الدنماركيين بين الأكلات العربية والدنماركية ليصنعوا مذاقا جديدا مشتركا، وهذه المحاولة ليست الأولى من نوعها في التبادل الثقافي بين العرب والدنمارك. احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بندي مساحة او مجال لتعاون اكتر بين خبراء في الدنمارك ومصريين وبين اوروبا والدول العربية، ان هم يشتغلوا اكتر من ناحية دراسات، من ناحية ان احنا ناخد تلامذة من هنا نوديهم هناك، والعكس طبعا، ان هم يتعلموا من تجارب بعض. هكذا ندرك ان الفن هو اللغة التي تستطيع ان تجمع بين شعوب العالم. ملاك سالم لبرنامج صباح الخير.